تعيش مصر هذه الأيام حالة ارتفاع شديد في درجات الحرارة لم تشهدها البلاد من قبل. حر شديد أودى بحياة 21 شخصاً من كبار السن وإصابة العشرات بالإجهاد حسب وزارة الصحة المصرية. وقالت الوزارة في بيان إن القاهرة وحدها سجلت 15 حالة وفاة من بين إجمالي الوفيات. زي ما انت شايف الجو عندنا السنه دي يعني الحراره شديده شويه، بس ربنا يسهل يعني ايد على ايد. لازم ان تعرف طبعا لازم نظام العمل ولازم الشغل ولازم نصحى بدري ولازم نستحمل الحر، ف يعني هنقول ايه، ده من عند ربنا بقى، ربنا يلطف بينا. جو نهار حتى في البيت وباقي الحطام طلع صوت بتاعه المراوح وكل عام. يفر المواطنون الى كل الوسائل الممكنه لتخفيف وطأة الحر الشديد عليهم، إما بالسفر إلى المدن الساحلية أو الإكثار من العصائر والمثلجات طوال النهار ووسائل أخرى دون جدوى. حر يعني حضرتك حتى في البيت مثلا المراوح مثلا جايبة حر، الواحد 24 ساعة بالشطف شغال بالليل بسبب الحر والصاد اللي احنا فيه دوت. لعل فصل الصيف هذا العام ليست قاصرة سخونته الشديدة على القاهرة، حيث تعيش أغلب بلدان العالم هذه الأيام في طقس مشابه، لكن الكثافة السكانية في القاهرة وكونها مدينة ليست ساحلية يزيد من الأمر صعوبة. حمدي شجيع، الشروق نيوز، القاهرة.